ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك؟ مش قبل كده كان عندك مشاكل كبيرة برضو، وكنت متشتت وكنت مفكر ليه عمرها ما تتحل، وكنت تايه، وشرحنا صدرك بالتوفيق في المشاكل دي وتحلت كلها، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبص هنا بقى حلاوة وجمال الطمأنينة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجملها لنا قبل ما يبلغها لنا. العسر اتقال بالألف واللام عشان يبقى عسر واحد بس، وخلى اليسر بالألف عشان يبقى اتنين يسر العسر، فجده يبقى العسر الواحد معاه يسرين بيشتغلوا سوا عشان يمحي العسر ده. معنى الكلام ده يعني قوم تاني وكمل وشوف حل في اللي انت كنت بتعمله. مش سهلة بس بص حواليك هتلاقي حاجات حلوة لسه اكيد موجودة، اقلها هي عظمة صحتك، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. وهنا بقى التعليم الرباني بان لما تتعب افرش مصليتك وصلي، وبعدها ادعي قوي وتقرب من ربنا. في حلاوة جدا فعلا القرآن، في حاجات كتيرة قوي فيه بتريح الاعصاب وبتنشط كل معاني الرضا وتخليك دايما العبد الراضي اللي دايما بيبقى وشه بشوش. الدين ده بيغنيك عن اي حد في الدنيا ويخليك عزيز جدا في نفسك. الفكرة كلها ازاي تحبه وازاي تتعامل معاه. هاي كوتشينج، هي اس كوتش. السلام عليكم.